السلام عليكم، شراكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس وصحتكم بيان. اليوم جيتكم بوصفه جديده كما عودتكم دائما للعائله تاعكم باش تفرحوهم هكذايا، سخطوا لي رايس جديد باش يعني تنوعوا في الاكلات تاعكم. فمدام رانا في موسم الباذنجان، شوفوا هذيك غراتا مع البشاميل تشهي بزاف، هايله وسهله. مالكم الا تبعوني هكذا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير كيفاش خدمناها. هذا ما كان سو، راح نبداو في المقادير تاعنا. لي مقادير مش بزاف كيما راكم تشوفوا، اللي ماهيش معمر الحاله. عندي فلفل كحل، ثوم، قرفه، وكذلك معدنوسه مقطعه. ثوم عندي سنينه ثوم، يعني ما قلتش شحال. بالنسبه هنا للحم، عندي اللحم هنايا لحم نورمال تاع الغلمي نورمال، رحيتو بهذا الشكل، درت له شويه ملح وشويه معدنوس ورحيته في الميكسور ولا في الروبو واش عندكم. اذا ما تحبوش هدايا، ما عليكم الا تبدلو بفيونداشي ولا سكالوب ولا الجاج مرحي اللي متوفر عندكم. بالطبع ماشي لازم هذا، مي هذه الوصفه بزاف تجي بنينه بهذا اللحم، شغل يجي شورتو كي تشول كي يجي مفتت هايل. هنا عندي بطاطا صغيره، باسكو هنا البطاطا نستحقها مقطعه، هنا لذلك استعملت هذه البطاطا هكا باش تسهل لي عليا العمليه تاع التقطيع. كذلك هنا عندي الباذنجان، هنا مقلي قليته نورمال. في العاده نحطو خمس، يعني حطو في الماء ساعه ما قبل هكا باش ما يشربليش الزيت. هنا نشرب لي بزاف د الزيت باسكو قطعته من قليته من ما كانش عندي الوقت وما نحبش في هذه الغوصات نقليه بالفرينه. هنا عندي صلصه طماطم ولا لاصوص دو طوماط، واللي فهاد الغوصات تجي هكذا، تجي شغل هكذا مايها، ماشي خاطره بزاف باسكو هايله هايله وتساعدكم بزاف وتعطي واحد المذاق هايل فهادي الوصفه. كاش نهار راح ندير لكم فيديو كيفاش ندير هذه لاصوص دو طوماط، ما كفانيش الوقت باش ندير لكم فيديو عليها، مي معليش ان شاء الله راح ندير لكم فيديو عليها. هنا راح ننتقلوا الى طريقه التحضير. راح بهذيك اللحم راح نضيف له كامل التوابل ونخلط حتى يدخلوا كامل النكهات صلت عجنوا فيه بهذا الشكل. هنا صيبو مقلات، راح ندير هذيك اللحم تاعنا يتقلى بهذا الشكل. نديروا له الزيت طبعا، شو لاكا واحد المغرف زيت عاديه. هنا راح نضيف لاصوص دو طوماط ايو الرند، ونضيف هنايا ملعقه ديال طماطم المصبره، هذا باش تجيكم حمراء الصلصه كما راكم تشوفوا. هنا سابو نشفت كامل هذيك الماء تاعها وشربت، ما عليكم الا هنا نحوها على الفرن ونحطوها الا راح نستعملوها. بالنسبه هنا للبلا واش راح نستعملو، راح نديرو هذيك البطاطا. قلت لكم اذا درتو البطاطا شرائح يعني حبه كبيره قطعوها الى مكعبات، ما ديروهاش رونديلات كبار باسكو يعني بالك شغل تجي ثقيله، مع باش هكا تجيكم مخفيفه تجيكم هايله. انا اللي ذلك استعملت هذه قلت لكم باش تساعدني في التقطيع، حطها بهذا الشكل. راح نجيب الباذنجان تاعنا باش نقطعو كذلك. طولت نو لا غير طولت انتبهت لعمري، مي معليش لا غير طولت، شو مازال ما جيتش فين راحت. راني جبتو حنقطعو، قلت لكم ما ديروش يعني هكاك شغل يبين بلي باذنجان، ولا بلو باغ دراري ما يحبوش الباذنجان. سي بوغ سا كي تقطعوا لهم هكا في الكراتا، انا في الدار كامل كلاوه لي باسكو ما يفيقولوش بلي كاين حاجه باذنجان. نعرفوا بلي انه الباذنجان بنين كيكون مقلي، وانا من الخضر اللي ما كنتش نحبها باسكو ما كنتش نشوفها بزاف وصفات، مي دوكا مين تعلمت نطيب وليت نديرو يعني بمصافات بزاف بزاف تاع الباذنجان. وراني هاني حطيت لكم شحال من فيديو وصفات تاع الباذنجان في القناه بهذا الشكل. هاني قطعته كامل، قلت لكم ما كنتش انا نحب الباذنجان، مي مع الوقت وليت نحبو دوكا موت عليه. هنا راح نحط هذيك لاصوص تاع الطماطم اللي درناها مع اللحم. هنا دقيقه نروح نلم يعني شو هذا الشكل، راح نكمل حتى نوزع كامل هذه لاصوص على فوق هذيك البطاطا والباذنجان بهذا الشكل.
احنا راح نكمل بنفس العملية، راح ندير البطاطا ومن بعد نديرو الباذنجان ومن بعد نديرو لاصوص دو طوماط مع اللحم بنفس الطريقة بهذا الشكل. هاني كملت. هنا اخر شيء راح ندير فاليك صلصة البشاميل تاعنا، نحطها من فوق كامل. صلصة البشاميل انا هنا ندير ربع مغارف فارينة مع نص لتر الحليب وفرماج اللي عندكم واللي متوفر عندكم وملح وفلفل الكحل هذا ما كان، واللي كاين يدير لها القشطة شغل هذيك كريم فخاج كريمة طازجة، كاين اللي يدير لها وش يحب يدير لها البيض، يعني عندكم اختيارية وكل واحد كيفاش يديرها. هنا اهم خطوة واللي هي نحكموا الموس ونقسموه شغل نقطعوا فيها كل بقلاوة هكذا باش تهبط لنا لاصوص وتتسقم لكم في هذا في المول تاعنا، تتسقم لنا عادي بلا ما نحرك المول بلا ما والو. هنا كما هذا الشيء قلت لكم لازم تقطعوها هكذا باش تتسقم لكم، كذلك تهبط البشاميل داخل الباذنجان ولاصوص كامل واش درنا داخل. هنا نحطها طيب لمدة ربع ساعة 25 دقيقة على حسب الفور تاعكم، نعاود نولي لكم. هاليك الوصفة تاعنا كانت جاهزة تاع اليوم، ان شاء الله كانت عجبتكم وما تنساوش ديروا لنا جيم واشتراك في القناة هكا باش يوصلكم كامل جديد. اي باي باي لامور.